أفاد مراسل إخبارية في تعز بتقدم الجيش الوطني والمقاومة اليمنية مدعوما بقوات التحالف العربي مع انطلاق معركة تحرير تعز من ميليشيا الحوثي وصالح. وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد اليافعي أن العملية بدأت لاستعادة تعز خصوصا بعد وصول التعزيزات العسكرية للتحالف والجيش الوطني إلى المحافظة. واستهدفت طائرات التحالف مواقع الميليشيات في دير باشا وجامعة تعز غرب المدينة، كما قصفت منزلين لقياديين حوثيين ودمرت مخزنا للذخيرة وآليات عسكرية للمتمردين. هنا معارك عنيفة بدأها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحت مسمى عملية معاذ، بعد أن أعلن الساعة الصفر وبدء عملية تحرير تعز وفك الحصار الخانق المفروض عليها منذ 7 أشهر. بفضل الله عز وجل ساعة الصفر بدأت الساعة 10 صباحا، تخوض الآن المقاومة الشعبية والجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف معركة تحرير تعز. هذه المعركة المصيرية طالما انتظرناها وانتظرها أمنا تعز تحرير المدينة من هذه العصابة المجرمة الحوثي عفاشية. بعونه عز وجل استعدنا هذه التبة الموجودة أمامكم، هي تبة الخوعة، والآن يتواجد على متنها الأخ توفيق دبوان قائد هذا الموقع. الغرفة المشتركة من القوامة الشعبية والجيش الوطني وقوات التحالف هي التي حددت؟ أكيد هي التي حددت ساعة الصفر للبدء في المعركة اللي كانت الساعة 10 صباحا وسميت بعملية معاذ. قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وفي زيارات سريعة لمختلف الجبهات للاطلاع على سير الإعداد والتدريب والجاهزية القتالية، أعلنت من الجبهة الغربية بدء عملية فك الحصار لأهميتها وتحكمها بمنافذ هامة تربط مدينة تعز بميناء المخاء ومنه بالعالم أجمع، وبالتنسيق مع قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. حضورنا لهنا إن شاء الله تعالى هو تدشين لساعة الصفر إن شاء الله تعالى، وها نحن الآن بعد استعادة تبة الخوة وما جاورها في الدحي، ونحن الشباب هنا المقاتلون المقاومون المجاهدون سيتقدمون إن شاء الله تعالى في خطى متسارعة. قتال عنيف تشهده الجبهة الغربية ومحور الدحي وتقدم لرجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه الحبيل وبير باشا التي يقع فيها معسكر اللواء 35 الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح، ومن محوري الضباب والدحي جنوب غرب المدينة، كما حدث تقدم آخر في الوازعية وذباب غربا. بدأ الساعة الصفر وبدأت عملية تحرير تعز، وبدأ المقاومون والجنود بتنفيذ توجيهات قيادة الجيش الوطني والمقاومة وبتنفيذ توجيهات قيادة التحالف بالزحف نحو مواقع ميليشيا الحوثي في الجبهة الغربية لفك الحصار على المدينة. محمد الحذيفي، الإخبارية، تعز.